بدأت تنحل واحدة واحدة، يعني قضية المحكمة الدستورية وتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، قضية الطعون أيضا تجاوزناها، قضية المرشحين المشمولين والذين يحذفون أو لا يحذفون تجاوزناها. لكن تجاوزنا تقسيم الكعكة لم يحسم بعد دولة الرئيس. تقسيم الكعكة هو أيضا مناصبيا أقصد، نعم، تقسيم الكعكة في تشكيل الكتلة النيابية الأكبر هي مفتاح الحل التقسيم. حينما يثبت دستوريا وواقعيا أن الكتلة النيابية الأكبر سين، بمعنى تشخص رئيس الوزراء هنا، نعم، يبقى الكتلة فيما بينها تتفاهم على مرشحها، وتبقى أمامنا مواقع أخرى تكون العملية سهلة في تحقيق عملية التكليف بالتداول والتشاور. أنا لا أقول لك أن العملية سيجلس شخص في غرفة جانبية ويصمم على الورق ويقول هذا هنا وهذا هناك، إنما هي عملية تداولية، نعم، وفق معطيات الشراكة التي ينبغي أن تكون حاكمة والمصلحة الوطنية التي ينبغي أن تكون حاكمة، وإضافة للواقعيات الأعداد والتمثيل. أنا أقول رأي الشعب العراقي حينما انتخب لا يمكن أن يهمل، لأن الانتخابات هي تعبير عن إرادة، نعم، وحينما كانت هذه الإرادة مثلا وضعت ثقلها في هذا الطرف أو في هذا الشخص أو ذاك ينبغي أن تحترم. يعني أنا بعض الأحيان يقولون لماذا المالكي يصر، أنا بالحقيقة لا أصر، ولكن أنا أصر على احترام رأي الشعب العراقي الذي انتخب والذي يطالب والذي يريد أن يستمر التخلي. أنا دائما رائدي في هذه العملية مقولة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لا تكن غضبا فتعصر ولا يابسا فتكسر. أنه أنت مؤتمن على رأي الناس أن تتخلى عن رأيهم بسرعة وتصدمهم وتصدم قناعتهم وتصدم إرادتهم، هذا مخالف لسياقات العملية السياسية. ولكن أن تتجاوز على الضوابط والالتزامات والثوابت والدستور، هذا أيضا عملية خطأ لأنها إجهاض للعملية السياسية. فلا بد أن ندافع في عملية تصميم العملية السياسية عن رأي الشارع العراقي، عن رأي الشعب الذي خرج وصوت والذي لا يزال يطالب بأن تكون نتائج ما تم التصويت عليه تحترم إرادته، وإلا لا قيمة للانتخابات. ولا نستطيع أن نقول غدا للشعب العراقي خرجوا وانتخبوا ونحن لم نحترم الأصوات التي حصلت من خلال المشاركة. طيب دولة